علينا وعلى كل الناس. قوم يا قوم يا ونحن في هذه الأيام نحتفل بعيد القيامة وكنائسنا فارغة بسبب مرض الكورونا الذي يخوف العالم ويقتل الناس، وأرفع صلاتي من أجل الجيش الأبيض، الأطباء والممرضين الذين يهتمون بإخوتنا المصابين، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الرئيس والشعب ومصر عامة لتكون دائما في طليعة البلاد.